أين ترى تنظيم القاعدة بعد أكثر من 10 سنوات على مقتل رأسه زعيمه أسامة بن لادن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا طبعا قلنا إن أسامة بن لادن الله يرحمه هو كان شخصية كاريزمية، كان شخصية مجتمع عليها من جميع عناصر تنظيم القاعدة والقواعد في داخل أفغانستان أو في خارج أفغانستان، فكان هو من الشخصيات المجمع عليها باتفاق. فبعد مقتله حصل نوع من الانشقاق داخل التنظيم عن من يتولى التنظيم بعد خلافة بن لادن، واجتمع أغلبهم على زعامة الدكتور أيمن، ولكن الدكتور أيمن حصل بعد كده معاه مشاكل. هو أيمن الظاهري كان ظهوره مع أسامة بن لادن، لأن أصلا أيمن الظواهري أقدم من أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة. يعني أيمن الظواهري من المؤسسين لتنظيم القاعدة، هو من الناس اللي أنشأت هذا التنظيم من العدم يعني. وكنا إحنا معاه ساعتها، وكان معانا واحد اسمه حفصة المصري، وكان معانا واحد اسمه عبيدة البنبشيري علي الرشيد، وكان معانا سيد موسى الله يرحمه اللي هو بقى حط ده كان عقيد مصري وحط التدريبات المصرية. وبعدين جه حصل مشاكل مع قطاع الدم، وبناء على مشاكل جه أسامة بن لادن وتم إزاحة عبد الله عزام من الإشراف على تنظيم القاعدة، والناس كلها اجتمعت على إن أسامة بن لادن يتولى مسؤولية القاعدة. وبعد كده أسامة بن لادن تولى مسؤولية القاعدة، بس كانت علاقة أسامة بن لادن بأيمن علاقة طيبة، وأنا شخصيا كنت بشوف إن أسامة بن لادن كان بيحب الدكتور أيمن. أما في الحتة اللي الناس ما تعرفهاش عن أيمن، وده أنا كنتش أتمنى إن أنا أقولها، بس أنا أقولها يعني للتاريخ. أيمن من الشخصيات المترددة، يعني ياخد قرار ويتردد ويأخذ. الأمر الثاني إن أيمن من الشخصيات اللي بيغلب على رأيه. يعني مثلا على سبيل المثال أديك مثال، ضغطوا عليه جامد الإخوة اللي معاه إن لازم نعمل عمليات في مصر، لأن كده إحنا بقالنا كتير ما اشتغلناش في مصر. مفيش حاجة اسمها كده. راح منزل مجموعة عاطف صدقي اتقبض عليهم كلهم، اللي هي مجموعة مكلفة بقتل رئيس الوزراء عاطف صدقي. المجموعة كلها الحمد لله اتمسكت وخدت إعدام. فده راجل بيغلب على رأيه، راجل متردد، هو من الشخصيات الضعيفة على فكرة، ده شخصياته ضعيفة أي حد يأثر فيها.